كاين جوج طرق ديال البطبوط، يا اما البطبوط العادي اللي كيكون هي من الاحسن اننا الى عجنا العجينه ما ندلكوش ونطبعو. غادي ناخذ القياس ديالي قد مشي من نعجن العجينه قد مشماشه تقريبا، ناخذ القياس اللي بغيت انا البطبوط ديالي وكندلكها بالمدلك وكنديرها فوق زويف نقي وكنغطي كنخليهم حتى كيضعف الحجم ديالو. اما الا بغيت كاين واحد البطبوط عاودي ان كنديرو بحال شكل ملاوي، ملي كنعجن العجين ديالي كنحاول نسرحو بشويه الزبده وكنلويه بحال اللي كندير مليويات وكنبرمهم وكنخليهم يرتاحوا وكنقرصهم ملي كنبغي نطيبهم في الفراح. بالنسبه للعجينه، العجينه ضروري انني كنخلط الدقيق الابيض مع الدقيق المسمد وكنضيف يا اما شويه ديال الخل، إذا كان متوفر عندي اللبن مزيان، ما كانش متوفر عندي اللبن يمكن ندير ياغورت طبيعي من طبيعه الحال، خميره حبيبات الا كنت غنوظفها كنديرها في الدقيق ملي كيكون ناشف. من الاحسن ما نحتاجش انني نرطبها في شويه الحليب والسكر ولا الماء والسكر. وكنعجن العجين ديالي كنعجنو وكنخليه يضاعف الحجم ديالو، تكون شويه العجينه خفيفه ولكن يتدلك مزيان. اون فوا تبان لي العجينه دوبلات لو فوليوم ديالها كنديكازي لاباط، نحيد منها الهواء وكناخذ القياس اللي بغيت، يا اما كما سبق لي ذكرت نديرو قياس صغير يمكن قياس مشماشه كناخذو ندلك ونخليه يرتاح، يا اما كنسرحو بحال شكل نديرو بريعده طوال وكنسرح بحال شكل ملاوي ونرش بشويه السميده، ندير الزبده والسميده ونعاود نلوي نخليهم يرتاحو ونطيب. بالنسبه لطريقه الطهي، اون فوا كندير المخامر يطيبو ملي كنحطهم في هذيك لافاص نقلبهم سوغ بلاص ثلاثه ولا اربعه المرات باش يطلعوا يتنفخوا ويجيونا خاويين من الداخل. وبالصحه والراحه وبشركم بروكه.